النهارده الحكومه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي اتخذت 9 قرارات. اول قرار اتخذته الحكومه، ممكن القرار جاي متاخر، لكن كان لابد ان يصدر هذا القرار، وهو تحديد عمل نائب وزير التعليم الفني، نائبي الحقيقه، وزير نائبي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي عنده نائبين، نائب للتعليم الفني ونائب لشؤون المعلمين. اللي يدهشك طبعا، احنا جينا في فتره من فترات كان في وزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، وكان عندنا وزاره اسمها التعليم الفني، وزاره التعليم الفني، وكان وزيرها وهو الوزير مره واحده فقط، وانا استضفته يمكن من اكثر من شهر، هو كان الوزير الدكتور محمد يوسف. وعملنا حلقه معاه كانت رائعه، اتكلمنا عن اهميه التعليم الفني. وانا رايي انه مستقبل مصر او اي دوله ناشئه او ناميه او عايزه يبقى لها يعني على خريطه العالم المتقدم خطوه، لابد ان تهتم بالتعليم الفني. التعليم الفني بيمثل اكثر من تقريبا 80% من التعليم في المانيا. المانيا الدوله الصناعيه الاولى في العالم، كل الصناعات الثقيله رقم واحد المانيا، هتلاقوا كده يعني، يمكن اليابان بتنافسها، الصين بتنافسها، انما 80% تعليم فني. فتخيلوا من ساعة إعادة دمج التعليم الفني مع التربية والتعليم ما كانش فيه مواصفات لنائب وزير التعليم الفني، أو بيسموه جوب ديسكريبشن، ما يعرفوش بيعمل إيه، إيه المواصفات الوظيفية بتاعته، إيه الواجبات أو المهام اللي المفروض يقوم بيها. لغاية النهاردة أخيرا الحمد لله الحكومة قررت إيه هي المواصفات وإيه الدور اللي بيعمله نائب وزير التربية والتعليم الفني، وده تسجل النهاردة بقرار من مجلس الوزراء. فبيقول لك يقوم نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى في هذا الصدد، ومعاونة الوزير في إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشؤون التعليم الفني، وإبداء رأي بشأنها إلى الوزير. يعني برضو في الآخر يعني يعيدون كل شيء للوزير، مع أنه أنا كنت متصور أن هم يدوا للنائب استقلالية ويحاسبوه، لانه المفروض نائب وزير التعليم الفني يقول لنا ايه خريطته، ايه الخطط، ايه البرامج، هيعمل ايه، ايه الفيجن، ايه الرؤيه اللي عنده. الكلام ده عام جدا يا دكتور مدبولي، الكلام اللي انا قاعد اقراه من تقرير النهارده اللي طالع من مركز المعلومات مجلس الوزراء، ده كلام عام جدا. يعني لو سالت تلميذ ابتدائي ايه مواصفات او ايه وظيفه نائب وزير التعليم، هيقول نفس الكلام اللي حضراتكم قايلينه ده النهارده. انا كان نفسي يبقى في خطط برامج تتمسك على ارض الواقع، نقول مثلا يعني حاجه جايه في بالي حالا، يعني انه نائب وزير التعليم الفني ده يا جماعه دوره انه يعني يقول لنا كم مدرسة للتعليم الفني في مصر دلوقتي، وانه عنده خطة بعد 6 شهور بعد سنة هيبقوا مثلا هيزيدوا 25% او 50%. يقول لنا مثلا ان هو عنده خطة لحاجة اسمها مدرسة في كل مصنع، انه المصنع يبقى جنبه مدرسة، الولد او الشاب يطلع من هنا او البنت من المدرسة يشتغل في المصنع، او مدرسة في كل مزرعة، او مدرسة في كل مجمع، او كده. يبقى انا كده ايه، ربطت التعليم بالعمل، يبقى ده الهدف او الغايه. بالمناسبه انا عارف انه ده الهدف او الغايه حسب الدستور، انما فين الخطط اللي تترجم ده؟ انا كان نفسي النهارده يقولوا لنا هذا الكلام، لكن مش عارف. قال لك برضو نائب وزير التربيه والتعليم للمعلمين، طب ما هو طبيعي هيبقى وظيفته انه يهتم بشؤون المعلم باعتباره ضلع مهم جدا في مثلث العمليه التعليميه، لكن انا كنت متصور مثلا انه نائب وزير التربيه والتعليم للمعلمين هيقول لنا مثلا والله انا عندي خطه بناء على 2020 ولا 2030، الخطه المستدامه اللي عملتها الحكومه، انا المعلم بياخد 10 قروش، انا هخليه ياخد 20 قرش، انا هخليه ياخد 100 قرش. انا وظيفتي ان المعلم بدل ما يبقى مثلا الادوات اللي بيشرح بيها كذا، لا ده احنا داخلين في عصر التكنولوجيا والكمبيوتر وكذا، يبقى في كلام عن خطط بتتنفذ. كنت متصور كده. في كل الاحوال ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي. فالنهارده هم حددوا مهام ووظائف ونائب وزير التعليم الفني والنائب المعلمين. نفس الشيء
ليه؟ احنا كان عندنا برضو وزارة البحث العلمي اتلغت، فبقى نائب وزير التعليم العالي، بقى اسمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. انا رحت وزرت مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشفت بعض القاعات بصراحة لا تليق بهذا المكان، لا اللي هي في القصر العيني. ف ايه؟ طيب انا معايا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. معالي الوزير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا محمد. النهارده المجلس الوزراء لاول مره بيحدد الجوب ديسكريبشن او الوظائف او المهام التي